مشاهدين ومتابعين قناة جي أسفوي، أرحب بكم. اليوم في عنا شرح بسيط وسريع عن طريقة رفع الطبقات من 2D إلى 3D عن طريق برنامج الأرك سين. عنا هون قاعدة بيانات بتضم عدة طبقات، منها القطع وطبقة للأشجار وطبقة لحدود الحوض وطبقة للشوارع. عنا هون الأرك ماب جهزناهم هدول الطبقات، فراح نفتح الارك سين لنفس هاي قاعدة البيانات ونقوم برفع الطبقات من 2D الى 3D. نروح على قائمة ابدأ، اكتب ارك سين، قبل ما نبلش في الشرح كيف يتم رفع المباني والشوارع والأشجار، راح يتم عرض للجيو داتابيس اللي اشتغلناها على الارك ماب. نعمل زوم تو لاير، ان هذه قاعدة البيانات اللي عندنا. نقدر نستعرض صورة للمخطط الورقي للحوض، نعمل زوم سريع بهذا الشكل، نحاول نلف الطبقات. ان هذا مخطط الحوض موجود عليه الطبقات اللي رسمناها واللي اشتغلنا عليها. عندنا أيضا صورة جوية بهذا الشكل. زوم تو لاير، خلينا نقدم عرض للرفع لـ 3D. طبعا تم رفع المباني بناء على عدد الطوابق، والأشجار بناء على السيمبولوجي الخاص بالـ 3D. إنه مثلا هاي هذول الأشكال الأشجار اللي عندنا، في عندنا من قائمة سيمبولوجي نقدر نختار 3D، نختار كل شجرة موجودة عندنا. أما بالنسبة للمباني كما تم ذكر سابقا، تم رفع بناء على عدد الطوابق. عندنا حدود القطع أيضا.
أما الآن نقدم كيف طرق الرفع. بعد ما نضيف الطبقات، عندنا فقط طبقة المباني هي الطبقة الوحيدة اللي تم رفعها. نعود نضيف طبقة المباني عن طريق Add Data. طبقة المباني عشان يتم رفع المباني بناء على عدد الطوابق، نكبس رايت كليك على البيلدينج، نروح على هذا الخيار، نفعل إشارة التك في المنطقة هون، بعدها بنعمل كالكوليتر، نحكي له احنا بدنا عدد الطوابق مثلا بس فقط عدد الطوابق، نعمل apply okay. يتم رفع المباني لكن بشكل بسيط جدا غير واضح. عشان يتم العملية بشكل أفضل نفس الطريقة، نضرب عدد الطوابق ضرب مثلا 5، نعمل okay بهاي الطريقة. إنه مثلا هذا البناء عبارة عن 9 طوابق، بهاي الطريقة بتم رفع المباني والأشجار. طرح سريع، شرح سريع، إن شاء الله يكون أخذتوا فكرة عن رفع المباني أو بشكل عام برفع الطبقات من الأرك ماب للأرك سين من خلال حقل مختار. لا تنسى تعمل سبسكرايب لمتابعة القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولايك وشير الفيديو لتفيد أي شخص حاب يتعلم على RGS. رابط القناة على الفيسبوك بأسفل المقطع تجدوه، وشكرا للمشاهدة والسلام عليكم.